احتشد أبناء تع الصباح اليوم إلى وسط المدينة تلبية لدعوة من نقابة خطباء المحافظة للتنديد ورفض الإساءة للإسلام وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم، رافعين اللافتات والأصوات معا المعبرة عن حب دينهم ونبيهم بعد تعرضهما للإساءة من قبل الرئيس الفرنسي ووسائل إعلامه. ليسمعها ميكرون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر في قلوبنا في وجداننا في كل مشاعرنا إلا المساس برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية في العالم. حب لا يخالطه شك ولم ينقص منه الزمن والأيام، فما زال المسلمون يؤمنون بأن نبيهم قدوتهم الأول، ومهما عمل أعداؤه على تشويهه سيظل القمر الذي يهتدي به أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم. كما أعلنت المسيرة عبر بيانها بأن مواجهة هذه الإساءات يجب أن توجه بخطاب مدني وطرق سلمية بعيدة عن التطرف وعدم الإساءة للأديان. صحيحا صحيحا أني ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما تبعثر من هنا غضبك جمر النار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولا هاجرت في يوما ولم أكن من الأنصار، ولكن يا رسول الله أنا والله أحببتك حبيبي يا رسول الله فلتقبل. إننا ندين وبشدة وبأشد عبارات الإدانة التصريحات الحمقاء للرئيس ماكرون ضد الإسلام، كما ندين الرسوم المسيئة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكلاهما تمثلان تحريضاً متعمداً وإساءة مقصودة لمشاعر كل المسلمين في العالم. استغرب المتظاهرون أن تأتي الإساءة ممن يدعون حرية الأديان واحترام المعتقد وحقوق الإنسان، بينما يظهرون للإسلام العداوة ويمارسون التطرف ويشجعونه، بل ويقودون حرب تشويه ضد الإسلام بصورة غير مسبوقة.